ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضع، كل إعادة فإفادة. خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا المواطنين أشنو كتعرفوا على المخدر البوفا. لابد تعرفوا أشنو كيعرفوا على المخدر البوفا. أجيو معايا. السلام ورحمة الله. أستاذ بخير. الحمد لله والله إلا بخير. أشنو كتعرف على هذا المخدر ديال البوفا؟ والبوفا يلاه بدينا كنسمعوه دابا بأن هذا الشيء راه خطير وخطير بزاف. أنا كنصح ماشي غير الوالدين، كنصح السلطة أو الجنرال باش يحاربوا هاد الناس اللي كيدخلوا هاد المصيبه لهاد البلاد هادي، اللي حنا ما ناقصينش. دابا الا كتشوف المجتمع ديالنا في اي حي كتلقى 12 10 ديال الدراري اللي عندهم ما بين ديك 16 18 بعد خطرات 15 واقفين في راس الدرب ما كيديروا والو. ايوا هاد الناس خصنا نشوفوا لهم شي حل، يا اما نجمعوا الدراري كلشي ندخلوهم للعسكر ولا نشوفوا حل. لا قبل جا قال لك الفاضي عمق قاضي، الانسان ما عنده ما يدير راه كيتجه لهاد المصيبه ديال هاد المخدرات. وهاد البوفه هادي ما كنعرفوا عليها والو، ولكن على حسب ما كنسمعوا راه هادشي راه خطير وخطير بزاف. حنا ما كنهضروش على اليوم ولا غدا، كنهضروا من هنا لواحد 10 سنين و12 عام اش غيكون في هاد البلاد. خصنا نحميو الشباب ديالنا، واليكم واسع النظر. شنو نقول لك، المخدرات ديال البوفا انسان الشباب تيضيع بزاف لا فلوس لا صحه، يعني هادشي ماشي مصلحه الشباب، ضايعين بزاف. نطلب الله، نطلب الله ويت العواش بغيت ربي بيبان التوبه من عندهم، الله يعفو عليهم وصافي. هادشي تنطلب من سيدي ربي، يعني هاد الشباب ضايع بزاف، تيضيعوا يوصوا ويضيعوا حتى العائله ديالهم، والديهم تما ضايعين معاهم. هادشي زعما يعني هادشي ماشي معقول بصراحه. وشنو كتعرفي انت على هاد المخدر هذا؟ هاد المخدرات واعره، يعني واعره الصحه واعره المال بزاف، واعره حتى ناحيه العائله تما، ولا ما عندهمش يبقى يجيروا في والديهم يعطيوني يعطيهم، زعما هادشي ماشي مصلحه. شنو الرساله ديالك توجهها للشباب اللي بحال وليداتك؟ انا تنزلت رساله للدراري الاطفال والصغار ولا كبار، تنتمنى لهم ربي يحيدوا مع هاد المخدرات كامله، ماشي مصلحه لهم، يعني هادي مضره للصحه. نسمع الناس يقولوا بوفا مخدر خطير، تديروا اول مره كتبلا به، ويعني هو غالي شويه، يساوي شويه الثمن، ومن كتستعملوا الواحد كيولي مدمن، كيولي يجيب خصو يحضروا باي طريقه، حيت الادمان تطلب مصاريف ومصاريف يوميه. اذا الانسان كيعرض راسو للخطر للسرقه والتجاره في المنوعات باش يجيب الادمان ديالو. كنص الشباب يبعدوا هذا المخدر، هذا المخدر كيبغي مصاريف كيوصلك للحبس، تقطع دير حوايج خايبين تمشي للحبس. اللهم بعد منه من البدايه انه هذا المخدر هذا خطير وخطير جدا. المخدر اخويا صعيب، المخدر يشربوا بنادم تيدوخ، فهمتيني؟ بنادم خصو يسكت ويقرا شويه ويجمع راسو، بنادم وصلوا عبد الله ما يبقاش باك المخدرات. المخدرات واعي فهمتيني، خرج من الطريق بنادم يقدر يدير شي حاجه ما يقتل روحو فهمتيني، بنادم عبد الله سبحانه وتعالى يصلي فهمتيني، ما يبقاش المخدرات والشراب. شي رساله لهذو اللي كيستعملوها؟ هذا الشيء خصهم يحيدوا، خصهم يجمع راسو فهمتيني. الصحه ياكل الشراب في صحته، بنادم صحيت الله فيها بنادم. دابا انت لا عرض عليك شي واحد هاد البوفه هادي ديرها؟ لا ما نديرهاش اخويا، ندير حتى حاجه ندير والو والو. الاخ اش كتعرف على هاد المخدر ديال البوفه؟ قلت لك انسان وخصو دابا يبعد من الانسان، كتعرض للصحه ولا يولي يتعرض للناس باش يدبر على راسو باش يجيب هذيك البوفه. هذيك البوفه غادي تخرج على عباد الله، يعني خصو يجريسي الناس باش يمشي يدير ديك البوفه. هادشي ما خدامش اليوم ليا ولا لواحدين اخرين. وشنو الرساله اللي تصيفط لهاد الشباب؟ بغيت لهم النصيحه يبعدوا من ديك البوفه، ما خدامش اليوم كاع نهائيا. الانسان كيولي يجريسي عباد الله باش يجيبها.